أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 9 مارس عام 1985، أناب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة أخاه الشيخ صالح بن محمد الشرقي في افتتاح معرض الكتاب الإسلامي ومعارض الأنشطة الذي نظمته مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات بالفجيرة. وشارك في حفل الافتتاح في مثل هذا اليوم السيد أحمد صالح مدير المنطقة التعليمية بالساحل الشرقي، وسعادة الدكتور سليمان موسى الجاسم رئيس الديوان الأميري في إمارة الفجيرة وعدد من كبار المسؤولين بالفجيرة. وقد ضم معرض الكتاب الإسلامي كما قالت السيدة اعتماد معوض ناظرة المدرسة إن 5000 كتاب جديد شاركت فيها 5 مكتبات من دبي والفجيرة. وأضافت ناظرة مدرسة أم المؤمنين أنه بجانب معرض الكتاب الإسلامي نظمت المدرسة معرضا لزي المرأة شاركت فيها طالبات من المراحل التعليمية 3 الابتدائية والإعدادية والثانوية. وضمت المعروضات الفنية مشغولات نسائية وتطاريز ومطبوعات ورسوما تشكيلية من إبداع الطالبات، بالإضافة إلى أنشطة تشرح المواد العلمية في الكتب المدرسية. وكان المعرض قد استمر لمدة 11 يوما، وقد زاره طلاب وطالبات من الفجيرة والمنطقة الشرقية. صفحات من الماضي.